في حالة إنه لا قدر الله حدثت إصابات بسوسة النخيل الحمراء، من المهم نعرف إن علاج هذه الإصابات يتوقف على المظهر أو الشكل اللي بتظهر بيه، واللي بيبينها دكتور محمد كمال رئيس اللجنة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في مصر كالآتي: 1- في حالة ظهور إفرازات مهما كانت كميتها، يتم العلاج بالحقن عن طريق عمل من 5 إلى 7 ثقوب بزاوية ميلة، بحيث يكون أحد الثقوب في مكان الإفراز وباقي الثقوب حول مكان الإصابة أعلى وأسفل مكان الإفراز بمسافة 15 إلى 20 سنتي، ويتم ذلك باستخدام شنيور أو مسمار طوله من 40 إلى 50 سنتي، وبعد كده تملأ هذه الثقوب بمحلول المبيد وتسد بواسطة الأسمنت أو الليف، ويتم رش مكان الإصابة، وسوف يلاحظ بعد ذلك جفاف الإفراز بعد حوالي 21 يوم، مما يدل على نجاح عملية المكافحة أو العلاج. 2- في حالة ظهور فراغ يمكن إدخال اليد فيه بسهولة، فإنه يجب في هذه الحالة تنظيف مكان الإصابة مع وضع مخلفات التنظيف في حفرة بجوار النخلة المصابة، ومعاملتها بالكبريت والملاسيون أو الرش قبل الرد، ثم وضع من 5 إلى 7 أقراص فوسفيد الألومنيوم بواسطة أحد المتخصصين في مكافحة الآفات، وذلك على حامل جاف بداخل التجويف، ويتم سد التجويف بالبلاستيك لمنع الغاز الناتج من التسرب للخارج لمدة 21 يوم، وبعد ذلك يزال البلاستيك بعد التأكد من نجاح عملية المكافحة، ويتم ملء التجويف بالرمل أو التربة مع سده بالأسمنت أو الجبس أو الطين. 3- في حالة ظهور الإصابة في قمة النخلة بينما ما زالت أوراق القلب الداخلي لونها أخضر، فإنه يتم في هذه الحالة غمر رأس النخلة بالمبيد مع تجنب استخدام طريقة الحقن، لأنها تؤدي إلى تعفن رأس النخلة أو الجمارة وموت النخلة. 4- في حالة ظهور الإصابة في النخيل الصغير الذي ليس به جذع، أي في عمر من 3 إلى 4 سنوات، سواء كان ذلك للفسائل المتصلة بالأم أو المنزرعة حديثاً وما زالت أوراق القلب الداخلي خضراء، فيتم الغمر بالمبيد، وتعد هذه الطريقة هي الأكثر أماناً وفاعلية في هذا العمر، ويجب تجنب استخدام أي طرق أخرى للعلاج. 5- أما في حالة موت النخيل أو تساقطه نتيجة الإصابات الشديدة، فيتم عمل حفرة بعمق من 1 إلى 1.5 متر تحت سطح الأرض، بحيث يكون طول الحفر بطول النخلة، أو يتم تقطيع النخلة إلى أجزاء ويدفن النخيل المصاب بعد تسقيبه، ويتم سكب المبيدات الموصى بها وفقاً لتوصيات السلطات الزراعية المحلية، ويفضل فرم النخيل أو حرقه في الأفران وفقاً لما هو متاح. ومن المعروف أخي المزارع أن معظم الدول توصي باستخدام المصايد الفرمونية، حيث تعمل على جذب الحشرات الكاملة للذكور والإناث، ويوجد أشكال كثيرة من هذه المصائد، أشهرها المصائد التي على شكل جردل، وهي عبارة عن جردل بلاستيك سعته 9 لتر أو أكثر، وله غطاء محكم وبه 4 فتحات في التلت العلوي أو في المنتصف بقطر بوصة، وذلك لدخول الحشرات إلى المصيدة، ويوضع داخل المصيدة الفرمون التجميعي وكل من الإيثانول وأسيتات الإيثايل بنسبة 1 إلى 3، حيث يتم تعليقهم في غطاء المصيدة، ويتم وضع الماء مع صابون أو ثمار البلح أو القصب أو محلول ملاس مخفف في قاع المصيدة، ويفضل أن توضع المصايد بين أشجار النخيل
وليس بجوار النخل مباشرة، على أن تكون المسافة بين المصيدة والأخرى 100 متر. وبكده نكون قدمنا لك أخي المزارع المعلومات اللي من خلالها تقدر تعالج الإصابات المختلفة بسوسة النخيل الحمراء وفقاً لنوع أو مظهر أو شكل الإصابة، وأيضاً المعلومات الخاصة باستخدام المصائد الفرمونية.